السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، اليوم جبنا المكتوب. حنا هنا في سنتر فيل في لاريت سولت كما قال لي عايد السيد. كرتي كرتي يا اختي ما ندوخش برك. والله مجلس اه
المهم قال لك وين المجلس هو. المجلس راني كنت ديك المجلس. كاين واحد ليكول سماها لي وين الرحمن وين نقول لك اخويا يهضر معاك؟ ديري له بارلور اخويا. اه صح محمد بعصيك انا اخويا يسمع فيه اخويا. وين المجلس قالت لي؟ واش من كرطي يا اخويا؟ والله ما عرفت المجلس. الغزاله نعرفها. ها بصح هذيك لازم تجاها من هي. ها هاي داكور صح اخويا. تسمى انا جبتك على راسك. تسمى لا مش هكاك قرابي مش بعيد على المجلس بصح نديري طريقها شويه سون سنتر دي لازم تروح لها من الفوق.
الرحلة الإنسانية كما يسموها هي فرضت على الجيش الإسرائيلي وفرضت على المؤسسة العسكرية الصهيونية كما نسميها من خلال ثبات وصمود رجال المقاومة في قطاع غزة الذين لقنوا هذا الجيش دروسا في الابتدائي الصمود وفي التضحية وفي المقاومة وفي تحقيقا جديدا في حرب المدن وحرب العصابات. وبالتالي يعني نتذكر ان اساس الحمله العسكريه الصهيونيه على قطاع غزه كانت تهدف من اجل القضاء على حركه حماس وجودها العسكري وانها يعني فرضت معادله للصراع جديده لم تستطع القوات الصهيونيه ان تستمر في التقدم وتستمر في التواصل والهجوم. لذلك كان على الصهاينه ان يفكروا في نجده انفسهم من نيران وحمم المقاومه. وبالتالي يعني اذا رجعنا الى يعني عمليه حسابيه سنجد ان هناك اكثر من 332 دبابه دمرت ونقل الجنود. وبالتالي شيء هذا رقم مذهل للمعادله العسكريه. يعني انا كعسكري كمحلل عسكري شيء مذهل في حجم هذا الدمار العسكري الذي لحق في القوات المدرعه والقوات المشاة والمشاة المحمولة والمشاة الميكانيكية. وبالتالي هناك خسائر كبيرة أجبرت الصهاينة فعلا أن يتستروا وراء مسميات الهدنة الإنسانية ومسميات وقف إطلاق النار لأربعة أيام وأن يقبلوا في تحقيق هذه الوقفة وأن يرضخوا أيضا أن يرضخوا نعم أجبرناهم على الرضوع وبشروط المقاومة أيضا واحد لثلاث. يعني كل فلسطيني أو عفوا كل إسرائيلي أو يهودي مقابل ثلاث فلسطينيين. الشغلة الثانية أجبرت المقاومة وفرضت عليه مبدأ الأقدمية ومبدأ نوع الأسرى وأعمار الأسرى وطبيعة الأسرى. وبالتالي هو قبول. يعني أنا بعتقد إنه المؤسسة العسكرية الصهيونية هزمت بشكل كامل وسيأتي يعني ستمدد فترة إطلاق النار أو وقت إطلاق النار أو الهدنة إلى أربعة أيام. حتى لا نستبق أستاذ صالح الشقباوي، ربما نتحدث اليوم عن نتيجة صفر بالنسبة لاستراتيجية العدو الصهيوني المحتمل الذي يعني كان مؤمنا بنفسه إلى درجة كبيرة، كان يحاول أن يضبط بصفقة الأسرى، الآن يضبط لها الوثائق بشكل إجباري. ربما لهذا السبب كان قبل الهدنة الإنسانية أو قبل يوم الجمعة الفارق كان يحاول أن يثبت الغزين أكبر عدد ممكن من الضحايا، كان يقصف بشكل هستيري تلك الليلة الدموية على قطاع غزة ليلة الخميس إلى الجمعة. ربما هذا حتى يتستر على عيوبه، يتستر على الاستراتيجية الفاشلة التي انتهجها في القضاء على المقاومة الفلسطينية. نعم حقيقة يعني تشخيص سليم اللي تفضلت فيه، هو حرب انتقامية. ما يفشل فيه في الميدان العسكري يقوم بارتكاب جرائم وانتقام من المدنيين. يعني معظم خسائرنا الفلسطينية في الجانب المدني، في جانب الأعمار، في جانب البنايات، في الجانب العسكري معناش 2 إلى 3 يعني في حجم خسائرنا في القوات العسكرية حقيقة. فبالتالي يعني هو عم بيقول حرب انتقامية. هاي الحجة يعني لا المسجد كمان نجيبش ندخل منه. هو المسجد شمال غزة نهائيا
وبناء عليها تم تعديل او تم التراجع من قبل الطرف الاسرائيلي، لكن هي الهدنه المؤقته صحيح انها تشمل يعني بنود اخرى مختلفه لها علاقه بادخال المواد الاغاثه الاساسيه والمساعدات الانسانيه، نعم، ووقف عمليات اطلاق النار بشكل كامل. لكن كان في اليوم كان في شهيد وامس كان في شهيدين في محاوله من طرف الاسرائيليه لاستفزاز الاهالي ومنع عودتهم لمناطق الشمال، في محاوله لمنع ادخال اي معونات اساسيه وطبيه لمنطقه الشمال ايضا من قطاع غزه. صحيح انه هاي الجزئيتين مهمات جدا لانه لهم علاقه بخطه اسرائيليه لاستئناف الحرب بعد انتهاء الايام المحدده، وهم طبعا مش يعني منطقه الشمال بدهم يدفعوا لانه لحد يعني ما حدا من السكان يرجع عليها، وايضا انه اللي موجود فيها يهجرها يطلع منها عشان يكون الكل في الجنوب، وهذا طبعا مقدمه لمحاوله تهجير قصري اذا صار وتواصلت الحرب وصلت لاتجاه الجنوب. الهدنه بحد ذاتها مهمه قلبي بقلبي ضل بيضا، ارجع ليه يا تنو، ارجع ليه يا تنو.
الزرقاء تربحها يمين خلص الخيط هذا الليل يمين خلص الخيط هذا الليل قلبي بقلبي دمره برجع له سكينة قلبي بقلبي دمره برجع له سكينة برجع له حي عليا والمحنون لدلالي آه الراي 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 واللي غاروا منا حرام انسقتي هانا تبغيني
كانت تمرض الشهر من اللي هي الحبل قولولي مشينا مالهم بالك ما تبغينيش وعلاش ما تقوليش فينا تبغيني تقولي وتهر شطوم عمريهم مشينا اللي نبغيهم اللي من بين خيرهم حسن الرغنية يلك بعد الحرام وعليك راني نكتب ونغني غادي نبكي كيما بكيتيني والقلب اللي كان
خلقني وابا بابا غادي نزيد احكي عليك يا ماما كي نتفكر نكره حياتي حياتي علاكي كنتي يبكي وليتي كنتي حمامة كعرفتك بكري يا 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 كنت مربيك على يدي يما محين هاد شطاني حمدها وشداني عيد صبر هاد ثماني شهر هي اللي بيما مخدمت البطل بالناس لحبتك وما فيك ويصلحها وانت يا قلبك ريح مغرام وعيني يما شفتها عند الباب البطل فيها لازم نوصلنا قلت تفضل مرحبا بك يا عيني يما رحتيها وحده وحده ما نحلش عندي الوطن وعيني ديك الخودك احلى سودك المفلقين بالعقليه هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا ولا رحت عليا راه قلبي بدي بك يما هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا مرتاح مانا 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 مانا
رجوعي نسي الغياب بعض اللحظات. فلسفه الوقت اطلاق النار وشروط اطلاق النار وقبول الصهاينه، تتصوري نتنياهو وزير دفاعه ورئيس هيئه الاركان كانوا رافضين حتى بما فيهم بايدن. اذا بتتذكري قال انه اي اطلاق نار لن نوافق عليه لانه في صالح حماس. فاجبروا جميعا الاداره الامريكيه والاداره الاسرائيليه وحتى الاداره بعض الادارات العربيه اسمحي لي، اجبروا على قبول وقف اطلاق النار من خلال حجم القتل والدمار الذي لحق بالجنود الاسرائيليين. القوات الفلسطينيه ستوقف الحرب من خلال حجم زياده حجم القتل للجنود الاسرائيليين وتدمير الياته ودباباته والحاق الهجين وجعل غزه حقيقه مفرقه ومقبره للغزاه الصهيونيه. فقط نذكر أستاذ صالح الشقباوي بأنه اليوم سيتم استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين على دوار الشهيد ياسر عرفات الدوار الساعة وسط مدينة رفح. لحد الساعة يعني الساعة التي سيتم التسليم فيها، لكن اليوم دفعة أخرى من الأسرى من الجانبين. نحاول دائما أن نتواصل مع السيد طهران نونو مستشار رئيس حركة حماس أو أي طرف من هذه يعني الحركة حركة حماس أو حتى من الهيئة الأسرى. الاتصال أكيد صعب جدا، لكن نحاول دائما التواصل معهم. السيد الشقباوي، بموازاة مع إطلاق سراح الأسرى والتبادل بين الأسرى الفلسطينيين والأسرى من الجانب الصهيوني، أنت كان اليوم مجبر على احترام الصفقة لأن المقاومة بالمرصاد ولن تتوانى عن الرد على أي تصعيد في غزة أو على أي يعني محاولة للتماطل من الجانب الصهيوني. نعم، المقاومة تملك أوراق ناجحة، أوراق قوية، والبارح رأينا كيف أنها أخرت 8 ساعات تسليم الدفعة الثانية، مما اضطر المؤسس الصهيوني المؤسس الحاكم الصهيوني في الانصياع لمطالب المقاومة وعدم الخروج عن نقاط الاتفاق التي أبرمت بين المقاومة وبين الكيان الصهيوني من خلال وساطة قطر ومصر وحتى الأمريكان. فبالتالي الآن المقاومة في وضع جيد جدا في الميدان وفي التفاوض، وهي التي تملي شروطها. وبالتالي كيف تقرؤون سيد شقباوي هذا التأخير، هذا التماطل، هذا التلاعب يعني بأسماء بقوائم يعني بنسبة المساعدات، كمية المساعدات التي تدخل، كيف تقرؤونها سيد شقباوي؟ أقرأها بجانب النقص في السيكولوجية رد الريفلكس الصهيوني كي يثبت أنه هو صاحب القرار وأنه لم ينهزم، ولكي يؤكد أن المقاومة الفلسطينية لم تحقق ولم تفرض ولم تملي شروطها عليه، وبالتالي هو السيد ونحن ما زلنا عبيدا ننتظر إملاءاته الترندستانية المتعالية، ولكن هذا في الواقع ضحك وهزم وأصبح هو العبد ونحن الأسياد. لأول مرة في حركة التاريخ نعم نقلب المعادلة ونتحول من عبيد 75 سنة والهزيمة تدخرج بنا من زمن إلى زمن منذ 48 إلى الآن. تعرفي في 48 دخلت عصابات شتيرن والأراغون والهجانة على بيوتنا، حطوا المسدسات في رؤوس أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وقالوا لهم يلا انصرفوا، طردوهم. الآن ما فيش شيء، الآن في مقاوم تهني شعبها، في مقاوم تهني أرضها، في مقاوم في صواريخ، في شهداء، في استشهاديين بدفع من الأجداد، خلينا نسميهم الأجداد، قبور الأنفاق إلى سطح الأرض ويدمروا ويقتلوا. وحتى في هناك جنرالات صهاينة قتلوا، وفي هناك جنرالات صهاينة جرحوا وقطعت أقدامهم وأرجلهم، وحتى يقال أن هناك جنرالا أمريكيا تم جرحه. بالتالي من
من قوات المارينز، من قوات الدلتا فورسز، هذه اللي راحت في الاول كانت في النخبه مشان يستطلع مشان تكشف وين الانفاق وحجم الانفاق ومدى الانفاق وين موجود القياده في الشمال ولا في الجنوب. وبيقولوا لهم الشباب في 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 في, في, في الليل حالك ودمروا كل هذه الافانجارد اللي هي الطليعه، القوه استطلاع، قوه استطلاع من نيران دمروها، كان فيها اكثر من 22 امريكي، وبالتالي انهجموا وانسحبوا فورا بأمر من بايدن، سحبهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية فورا. إذا تتذكر كما حصل في بيروت أيام مارينز لما دخل واحد دمر فجر نفسه وقتل 322 جندي وضابط. هذا الآن حرب استشهاد، حرب صح غير متوازن وغير متكافئة، لكن فيها قوة، فيها عزيمة. الجندي الإسرائيلي مستحيل يعني بعد 24 ساعة يعني أنت معذرة اللي فوش قاعد بالدبابة. إذا في هناك وضع سيكولوجي صعب. وأيضا تنسيش إنه جاي هو من وين، من أطراف الهزيمة في 7 أكتوبر انهزم. هذا الجيش الذي لا يهزم انهزم، فهو الجيش القاتل هو مهزوم. رأيتم كما قلتم سيد شقباوي أصحاب الأرض مؤمنون بقضيتهم، مؤمنون بأنه لما يستشهد هو يسترجع أرضه ويسترجع، يحافظ على دينه، يحافظ على مواطنيه، يعني بالمقارنة بالقوات الاحتلال التي يعني جمعوا من هنا وهناك، لا أحد يعني ينتمي إلى هذه الأرض، حتى أن القضية ليست قضية عادلة. ابنتي فضيلة، التاريخ يعيد نفسه، نحن كما كنتم أنتم وآباؤكم في هذه الأرض، كان في مستوطنين إسبان وبرتغال وفرنسيين، شو لهم علاقة في هذه الأرض؟ كان ملح الطعام آباؤكم، هم أصحاب هذه الأرض. وبالتالي نفس الشيء، التاريخ يعيد نفسه في فلسطين. نعم الآن هذا شوفي انت في غلاف غزة، المستوطنات 51 مستوطنة الآن نقلوهم كلهم إلى شمال فلسطين في الجليل الأعلى، في 123 ألف مستوطن إسرائيلي في الخيام، أصبحوا هم اللاجئين. تصوري هم حطوا إلنا مخطط يهجرونا، احنا هجرناهم. نعم حقيقة احنا اللي هجرناهم من غلاف غزة، هجرناهم من الجليل الأعلى. المقاومة في لبنان بتمارس ولو دور خفيف، لكن عم تمارس، عم تضرب، هجرت غلاف الجليل الأعلى، كل المستوطنات إلى الداخل الجنوب، إلى حيفا ويافا واللد والرمل جوا تل أبيب. إذا الصراع الآن بفضيلة تغير، مفاهيم الصراع تغيرت، معادلات الصراع تغيرت، في هناك صراع. أصلا لعلمك سيكون في وقف اطلاق، في تمديد لوقف اطلاق النار، وفي في ايضا اطلاق سراح اكثر من 300 فلسطيني وفلسطيني الان، ووافقوا عليه. لعلمك في وزير العدل قبل ان اجي عليك في الحصه شفت على موقعه اسماء 300 فلسطيني وفلسطيني الان وزاره العدل الاسرائيليه. فبالتالي الان في تمديد وفي وقف اطلاق نار شامل، لانه الحرب القادمه لن تكون في صالح الجيش الاسرائيلي الذي جرب عزيمه المقاومه وقدره المقاومه وبساله المقاومه، وان الانسان هذا الفلسطيني اللي قاعد صار له 40 يوم في النفق ام استشهدات او اخت استشهدات. هل هذا يفسر يعني تصعيد خارج قطاع غزه، يعني هدنه في قطاع غزه وتصعيد في الضفه الغربيه وفي بعض المناطق يعني في القدس، يعني هذا ربما تبرير لانه المقاومه تمكنت من الاطاحه بهذا الجيش فهو يستقوي على مناطق اخرى؟ نعم، هي فلسفه انتقام، هي انتقام من الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، كان في الضفة ولا في غزة ولا في القدس ولا في الشتات في لبنان. فبالتالي العدو واحد يا ابنتي، العدو للشعب الفلسطيني كان في غزة ولا في الضفة ولا في الشتات ولا في القدس ولا وين ما كان في 48، عدو واحد، هو عدو صهيوني واحد يريد إنهاء وجودنا، ولكن هو فشل. الآن هو بتعاطى معنا في واقع جديد مرغم عليه، سنحقق أهدافنا وسنقيم دولتنا
وعاصمتها القدس إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. بالحديث عن التصعيد في قطاع في الضفة الغربية يلتحق بنا من هناك الصحفي إياد حمد. مساء الخير سيد إياد. مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين والمستمعين. إذن إياد، القطاع غزة يعرف هدنة إنسانية ولو فيه بعض الخروقات للهدنة، لكن التصعيد الآن يتمركز في الضفة الغربية. كانت ليلة دامية الأمس في جنين، يعني شهداء، اعتقالات في الضفة الغربية. لو تحبنا بالأوضاع هناك إياد. يعني أول شيء إحنا حجم المناطق في الضفة الغربية لا يذكر أمامنا جرى في غزة من قصف ودمار وعدد شهداء، ولكن الاحتلال والمستوطنين بيستهدفوا الضفة الغربية منذ فترة طويلة واستغلوا الوضع القائم في غزة، وكل الأنظار موجودة على غزة. بيعبثوا كل يوم عندنا حملة اعتقالات، صار في حوالي 3000 معتقل في خلال من 7 أكتوبر لغاية 3000 معتقل، منهم نساء وشباب ورجال كبار شيوخ. المستوطنين بيعبثوا في الأرض، بيخلعوا بالخلف الشجر، بيهركوا بيوت، بيكسروا السيارات. مقابل الجيش اللي بيسوي عمليات اقتحام لبلاطة لجنين لكل مدن الغربية ومخيماتها. بالأمس القريب كان بينا فقط في جنين 5 شهداء، وفي بقى محافظات كمان 3. مجموع اللي سقطوا امبارح عندنا 8 شهداء. مجموع الشهداء اللي سقطوا من 7 أكتوبر حتى الآن حوالي 235 شهيد سقطوا في الضفة الغربية من 7 أكتوبر حتى اللحظة هذه. المدن الضفة الغربية شبه مغلقة عن بعضها، يعني إذا أنت موجود في الخليل مش سهل تصل نابلس ولا جنين. يصرم الله الحواجز على الطرق اللي واصله بين المدن الغربيه، هناك حواجز بتعاملوا مع الناس وحشيه، بيعتدوا على الناس، بيكسروا سياراتهم، بيقتلوا ناس. يعني في حاله من الجنون الموجوده لدى الجيش الاحتلال تجاه المواطنين في الضفه الغربيه. يعني طيب إياد نترك هذه المعطيات كلها للجزء الأول من القسم الثاني من البرنامج. ابقى معنا، سنعاود الاتصال بك في بداية القسم الثاني من هذا البرنامج. نعود إليكم مستمعينا الكرام بعد النشرة الجهوية، لن نعود، ابقوا معنا. الصمود في قلب جزائر الشهداء. الإذاعة الجزائرية، التغطية مستمرة. المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر إعلان. تعلن شركة الإسمنت إحجار السود فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا عن انطلاق عملية تسويق منتوج إسمنت من نوع جيكا بيتون المعروف بجودته العالية والمميزة، موضب في أكياس ذات وزن 25 كيلوغرام مع خفة الوزن وسهولة الحمل، حتما ستشعرون بالراحة. تزيد اقتصادي ومناسب لجميع أعمال البناء والتشطيب وسعر جد تنافسي. جيكا بيتون، جودة، نوعية وضمان. مع جيكا ابني وانت متهني، ابني وانت مرتاح. مرحبا مستمعينا الكرام، هنا إذاعة عنابة، وهذا إعلان عن ضياع سيدة بحر الزين بديار. أضاعت حقيبة يد صغيرة لونها وردي تحتوي على مجموعة من الوثائق الشخصية منها الباسبور، كمية شيك فني، وثائق أخرى كشهادات الميلاد خاصة بها وزوجها وابنها. ضيعتها في سيارة أجرة وركبت يوم الأربعاء فارت حوالي واحدة ظهرا من مركز شرطة بعاشور الكنزيان إلى غاية حي بوحمرة. نعم، فالرجاء من وجد هذه الحقيبة التي تحتوي على وثائق شخصية خاصة ببحر الزين بديار أنه يتواصل معها على الرقم التالي 05 49
91 52 56 05 49 91 52 56. هنا إذاعة عنا بالجهوية. لحظات قليلة مستمعينا الكرام ويكون الرابط للقناة الأولى لنقل تفاصيل النشرة الجهوية. ابقوا معنا مع هذا التواصل الموسيقي. الجهوية من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنا. تتابعون بعض لحظات القناة الأولى الخامسة مساء الجريدة المحلية سهام براهيمي. والمستهل بالعناوين: رئيس المدير العام لشركة سون الغاز يكشف عن تخصيص 33 مليار دينار لتأمين الطاقة الكهربائية بولاية جيجل على المدى الطويل. الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يشيد بجهود الدولة في مرافقة الفلاحين وترقية المنتوج الوطني. وبسيدي بن عباس أزيد من 3500 فلاح يستفيد من التعويض عن الجفاف الموسم الفائت. المنسق الجهوي لسجلات السرطان على مستوى الجهة الغربية يكشف للقناة الأولى عن تصدر سرطان الثدي وطنيا من حيث عدد الإصابات ويعلن عن تسجيل 100 حالة لكل 100,000 امرأة. ليسكيكدا مساعدة من الهلال الأحمر الجزائري للعائلة المتضررة من فيضانات نهاية الأسبوع. جزائري، وهو يعني مبلغ وضعات وضخات الدولة الجزائرية مبلغ ضخم وضخم جدا. كل هذا لتزويد لا يجيجل
بكل المنشآت الكهربائية اللي راح تحسن في الخدمة العمومية أكثر فأكثر، وهذا كإجراء يعني استباقي للسنوات، يعني تحدثنا على 2030 2035، يعني اليوم نقدر نقوله بالولاية جيجل مؤملة طاقويا، يعني من حيث الطاقة يعني ما فيش أي نقص، وكما لاحظتم يعني عدة مشاريع يعني مسجلة إلى أجل 2030 2035. تم وديان دائما وفي زيارة ميدانية له العديد ورشات إنجاز طرقات ومنشآت فنية جديدة وإعادة تأهيل أخرى بولاية المغير، شدد ولولاية على ضرورة الإسراع في الإنجاز واحترام وفقا للمواعيد المحددة والمتابعة لإلهام شيبة. في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها والي ولاية المغير، قام صبيحة هذا اليوم السيد الهلال عرج بزيارة عمل وتفقد بمشاريع الأشغال العمومية ببلدية أم الطيور وسطيم، أين وقف على افتتاح ازدواجية المنعرج بالطريق الوطني رقم 3 لبلدية أم الطيور، وتوجه بعدها لتفقد سيرورة مشروع ازدواجية الجسر فوق السكة الحديدية بالطريق الوطني رقم 3 بسطيم، أين شدد الوالي على تأكيد إكمال المشروع أقرب الأجال وعدم المماطلة فيه. وفي نهاية الزيارة أشاد الوالي بمدى تقدم وتيرة الأشغال للطريق الوطني رقم 46 على مسافة 16 كيلومتر، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال به 60%. تحت شعار التنمية الفلاحية المستدامة أساس الاقتصاد الوطني، أحيا اليوم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذكرى 49 لتأسيسها. وبالمناسبة أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين عبد اللطيف ديمي بجهود الدولة في مرافقة هذه الشعبة تعزيزا للمنتوج الوطني، والمتابعة للطفي سالم. ثمن السيد عبد اللطيف ديلمي الأمين الوطني للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الإجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف، والمتعلقة أساسا بتعويض الفلاحين عن طريق دعمهم بالبذور والأسمدة مجانا. قرارات شجاعة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواجهة أثار الجفاف، وقد رسم بصمته على مختلف الشعب الفلاحية وفي مقدمتها شعبة الحبوب والبقول الجافة التي تعد ركيزة من ركائز الأمن الغذائي المستدام، إذ قرر سيادته منح الفلاحين البذور والأسمدة مجانا للشروع في الموسم الفلاحي القادم بأريحية وللتخفيف من ثقل حمل الديون على كل الفلاحين بمختلف الشعب. وفي تدخله أكد والي الولاية السيد محمد مومن على الدعم الكبير للدولة للقطاع الفلاحي. تسهيل مساعي السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى بلوغ فلاحة عصرية بدعوة كافة الفاعلين لمرافقة الفلاحين وتمكينهم من إبراز مقدرتهم ومؤهلاتهم وعدم ادخار أي جهد لتفعيل السبل والآليات والميكانيزمات، وذلك بغية الاستجابة للتحديات المفروضة على مختلف المستويات وكسب رهانات عصرنة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي لتطويره. هذا وقد تم تنظيم معرض على هامش هذه الفعاليات يضم أهم المنتجات الفلاحية التي تميز الولاية والأفاق المستقبلية للقطاع، لا سيما في مجال السقي الفلاحي وكذا الصناعة التحويلية. وضمن إطار مرافقة الدولة للفلاحين، كشفت المصالح المختصة بولاية سيدي بالعباس عن تعويض 3500 فلاح متضرر من الجفاف الموسم المنصرم، فيما تزال العملية متواصلة. المتابعة لخير عثماني. تواصل مديرية المصالح الفلاحية تعويض الفلاحين المتضررين جراء الجفاف الموسم المنصرم، حيث كشف رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي على مستوى مديرية المصالح الفلاحية السيد وليد ملياني أن 3500 فلاح من المحصيين استفادوا من التعويض. فيما يخص السيدة الفارينة قد يتم تعويضهم بالشعير. فيما يخص العملية لحد الآن أرى حوالي 3500 فلاح أرى هم قاموا بالاستفادة من التعويض. هذا ودع
السيد وليد ملياني رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي كل الفلاحين للبدء في عملية الحرث والبذر. احنا زرعين اللي يجي يمشي حتى لوكان جونفي، رغم ذلك احنا قلنا للفلاحين باش يبادروا باسكو راه عندنا تأخر في ميزون بلاص ديال الزرع، الزرع في هذا الموسم يبدا مع أكتوبر نوفمبر صاي، الزرع راه مية بلاص. هذا وأكد السيد نعيم حفيظ رئيس مكتب الإرشاد الفلاحي على مستوى مديرية المصالح الفلاحية لأهمية البدء في عملية الزراعة لإنقاذ موسم الحرث والبذر الحالي. الفلاحين اللي عندهم مصادر المياه، الآبار، الحسيان، البسانات وعندهم وسائل الري ما يستناش. ويأمل الفلاحون ومهنيو قطاع الفلاحة أن يكون الموسم الحالي ناجحا ووفيرا صحيا. كشف المنسق الجهوي لسجلات السرطان على مستوى الجهة الغربية والجنوبية الغربية ورئيس مصلحة الأوبئة والوقاية بالمستشفى الجامع بتلمسان خلال أشغال اللقاء السنوي لشركة الشبكة الوطنية لسجلات السرطان، كشف عن اختلال سرطان الثدي المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الإصابات، معلنا عن تسجيل 100 حالة لكل 100,000 امرأة، وما يبرز في هذا التسجيل نوال عرعر. الجهات الغربية والوسط والشرقية أن السرطان يشكل عبئا ثقيلا على المنظومة الصحية في بلادنا على غرار ما يجري في تقريبا كل بلدان العالم، فهو في ازدياد مستمر خاصة لبعض الأعضاء كسرطان الثدي وسرطان المثانة بروستات، سرطان القولون، أيضا سرطان المعدة. ولو أن هناك تباينات بين الجهات إلا أننا قد نجزم أن سرطان الثدي يبقى في المرتبة الأولى، ومن ناحية الإحصائية سرطان الثدي في الناحية الغربية خاصة تعدى 100 حالة لكل 100,000 مرأة. صحيا دائما وفي إطار التكفل بسكان المناطق النائية، بشرت اليوم قافلة طبية تحت إشراف مجمع سون أتراك بالتنسيق مع مديرية الصحة لولاية أدرار في إجراء عملية جراحية في عديد التخصصات. القافلة المكونة من فريق طبي متخصص يضم 33 طبيبا موزعين على 3 مجموعات لتباشر بعدها عملية المرافقة الطبية. نستمع إلى الدكتورة كريمة عاشور مختصة في الجراحة العامة تتحدث في الخصوص لأحسن حرمة. هذه مرة أولى إحنا اللي جينا القافلة أدرار، ما جيناش ديك نجو مرة غير واحدة، لازم نجو دابور نشوفوا الحالة كيفاش راهي هنايا، واش عندكم كم تقنيات، واش اللي يلزم تقنيات اللي نقدروا نجيبوها للمرضى تاعكم، ما هي الاحتياجات تاعهم وهي المتطلبات تاعها، وكيفاش ننسقوا ما بين الأطباء اللي عندكم هنايا محتاجيات مرضى وحنايا كأساتذة وكأساتذة في الطب كذلك. دونك في هاد المرافقة خدمتنا هنايا كأطباء كجامعيين نجو ونرافقوا الأطباء والمرضى. لي فورماسيون اللي نديروهم حنايا دوكا كاين فيها فورماسيون ميديكال، كاين نشوفوا مع الجمعيات، نشوفوا هما اللي مع المرضى واش يستحقوا واش كاين المتطلبات تاعهم. كما استفاد في إطار توأمتين حوالي 105 أشخاص من فحوصات طبية متخصصة في أمراض الأنف والحنجرة والأذن على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد بن بلة بخنشلة، على أن يتم تنظيم أسبوع جراحي منتصف شهر ديسمبر القادم يتم خلاله إجراء 61 عملية جراحية. في الشق التضامني استلمت اليوم ولاية سكيكدة شحنة من المساعدات من الهلال الأحمر الجزائري موجهة للعائلات المتضررة من الفيضانات التي شهدتها الولاية نهاية الأسبوع المنصرم عبر بعض بلدياتها. المتابعة للهادي والهاصي. المساعدات والعينية للهلال الأحمر الجزائري الموجهة للعائلات المنكوبة جراء الفيضانات تم اليوم استقبالها على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسكيكدة، متضمنة 300 فرش و300 غطاء و500 طرد من المواد الغذائية. الأمين العام للمكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري يوسف رمضان. المرحلة الأخيرة سجلنا بعض النقص في العتاد والمؤونة حسب اللجنة الولائية.